إذا مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر من ضواحي العطاوية من جماعة الشعراء. إذا مشاهدينا، معنا واحد الحالة إنسان، واحد المواطن اللي كان كيعمل كيشتغل البناء، قدر عليه الله سبحانه وتعالى واحد الحادثة تسير اللي كانت خطيرة منذ 9 سنوات، تيقول 5 سنوات هو تيعاني مع العلاج، واليوم بقى مقعد حيث تصاب على إثر هذه الحادثة بشلل نصفي، وبقى مقعد كما كتشوف هذا الكرسي المتحرك، وأب لطفل، واليوم تيقول في هذا الحجر الصحي ما بقاش كيتحرك. كان من قبل كيدير واحد الكرويلة كما كتشوفوا معنا، كيخرج بها كيبيع ويشري بها في الأواني ديال البلاستيك الصحي، ما بقاش فين تيخرج، ما بقاش حتى اللي كيعطيه حتى ديك الأواني المنزلية اللي كان تيبيع. اليوم غيحكي لكم المعاناة ديالو من بعد الحادثة اللي وقعت ليه، وشنو هي المعاناة ديالو الحالية في هاد الحجر الصحي، أو في هاد الظرفية الاستثنائية اللي كتعيشها بلادنا. إذا مشاهدينا، غنخليكم مع سرحال ولا سيفتح؟ رحال الله يرحمه. سرحال. إذا لاكارت ناسيونال قلتي لي سرحال، والناس سرحال. تعرفوا حسولنا عليك، قالوا لنا افتح. الله اذا سرحال، تفضل انت مباشره على قناه شوف تي في، احكي لنا المعاناه ديالك، شنو وقع عليك، كنتي بخير وعلى خير، كنتي كتشتغل في مجال ديال البناء، اليوم تنشوفك في كرسي متحرك، عاودنا شنو وقع لك السرحال، وكنتمنوا لك الشفاء العاجل، وتنتمنوا كذلك من هذا المنبر الناس يتعاونوا معك كما قلت لي، فكان طلب شيء الا شي تريبورتور او لا شي موتور باش تحرك، باش يعني باش تبيع وتشري وتجيب طرفة الخبز للوليدات. إذا هز الميكرو لفوق وقدم لنا نفسك، واحكي للمشاهد الكريم انت مباشرة على قناة شوف تي في، تفضل. السلام عليكم، معكم رحال علاوي من جنان مقشر ولاد وكا، جامعة الشعراء العطاوية قلعة السراغنة. الله يجازيكم بخير. انتم تشوفوا كما تشوفوا الحالة ضعيفة، وما بقاش خدمة في هذا الحجر الصحي، راه جاية في 5 شهور وما زياد ما كتخلصش هذا الحجر الصحي. الله يجازيكم بخير، وراه كي تشوفوا راكم انتم صاحب الصديق اللي كان يعطيني السلعه وداك الشيء، راه كاين في قلعه السراغنه، كان تيجي عندنا هنا العطاويه، ما بقاش يجي بعيد عليا الحال باش نبقى نتصارف معاه من قلعه السراغنه لهنا لجنه مقشر لدوكاد، بعيد علينا بزاف جماعه الشعراء. الله يجازيكم بخير، هي طالب عند هذه الكرويله. الله يجازيكم بخير، راه معطله بزاف. لو كان اللي بنهود هي العطاويه، راه جايه لساعه ونص طريق، ولا خايت شويه راه ساعتين، لا ما كرفش البهيمه راه ساعتين ديال الطريق، وراه المصروف ديالها هي مسكينه راه غاليه، راه 50 درهم بالليل، والنهار تاكل ديال التبن وشويه النخاله، راه ما كاين عالف مزيان، لا راه ما كاين باش نتهلاو فيها. واخا السير حال، كيفاش كتعامل مع هاد الكرويله وانت مقعد؟ احكي للمشاهدين، حيت حنا شفنا ان الزوجه ديالك هي اللي يعني كتوجد لك هاد الكرويله، كيفاش كتعامل معاها؟ نعم، السيره تنطلع ليها وتنجلس فيها، تنسد عليا الباب اللور، وتنبقى خدام فيها، وتنتصارف مع الناس، تنبقى خدام ونبيع ونشري، وفي العشيه تنروح للدار، وبعيد عليا الحال لا حصلوني بعد الليله الدواور، بعدين راه تنتعطل 10 ديال الليل، 11 12 ديال الليل، تيخافوا عليا مالين الدار، وبيت انا شي حاجه تريبورت او حاجه اللي قريب الحال، والحاله ضعيفه بزاف، ما قدرش نعاود لكم المشاكل ديالي، لا راه هذا اللي مطالع بيا الا الله. يعني انت قلتي لي كتمشي كتخرج في الصباح، ما كتجي حتى 11 الليل 12 الليل، يعني شحال المده هذه وانت في هذه الحاله؟ كنت بعد قبل الحادثة كنت خدام في تاب النايت، من تاب النايت جيت هيب نعيد مع العائلة هنا في البلاد، هنا في ولاد وكاد من قشر، من جيت نعيد هنايا وقع المشكل اليوم السبت مع 10 ديال النهار، وقع لي المشكل، كنا عيدنا الجمعة، ومن بعد هذا دوز 5 سنين ديال العانات، النعاس والتكرفيس، تكرفسوا معايا العائلة كلها، الوالدين الخوت تكرفسوا معايا. يعني قلتي لي حتى طلبوا لك الترويض مدينة الدار البيضاء، وما لقيتيش الإمكانيات باش دير الترويض، يعني باش توقف على رجليك، يعني وبقيتي في هذا الحال. مشيت للدار البيضاء البزكورة، المركز النوري، الحصة هي الحصة تدير باش يراقبك الطبيب 200 درهم، 4000. يعني انت ما لقيتيش، يعني ما لقيتيش باش يعني الامكانيات باش تتابع الحصص ديال الترويض، لا وانت قلتي لي كدير واحد التيو لحد الان، شنو؟
تيو ديال النبولة هذا، اي باقي دير تيو، تيو ديال النبولة واه، مركب تيو ديال النبولة على حساب الماء. قلنا مشاهدينا كما كتشوفوا معنا هذه الحالة، هذا السيد تيقول انه باقي حد الان داير تيو ديال النبوله، لكن تيقول ان الحاله ضعيفه والزمان ما قدرش يجلس، كيحاول بهاد الدابه او بهاد الكرويله، تيحاول 4 سنوات هذه وتخرج بها من الصباح حتى العشيه باش يجيب لقمه عيش يعني للعائله الصغيره ديالو. شنو كتطلب من المشاهد الكريم دابا؟ المشاهدين تنطلب منهم اخوتنا المسلمين اللي بغات يتعاونوا معايا في شي تريبورتو ولا شي تجاره ولا شي حاجه نزقى فيها، ما بقاش نتكرفس يعني اي حاجه اللي تستقر فيها وشي وسيله نقل باش تنقل باش تبيع وتشري وتجيب الطرف ديال الخبز للوليدات. اذا متتبعينا كما شفتوا معنا هذه الحاله ديال هذا السيد اللي من ضواحي العطاويه جماعه الشعراء، اللي تيقول مسكين انه كتب عليه المكتب او شاءت الاقدار باش يدير واحد الحادثه تصير خطيره اللي على اثرها تصاب شلل نصفي، واللي كيعاني منذ 9 سنوات منها 5 سنوات معاناه مع العلاج، وفي الاخير كتشوفوه انه مقعد في هذا الكرسي المتحرك، وتيقول انه حتى هاد الكرويله اللي كتوجدها ليه الزوجه ديالو باش كيخرج بها باش كيمشي للدواوير باش كيبيع هاد الاواني ديال البلاستيك، فهاد الحاله الاستثنائيه وهاد الظرفيه الاستثنائيه ديال الكورونا ما بقاش تيخرج وتيعاني، وتيطلب من كل مشاهدي قناه شوف تي في وكل من شاف هذا المباشر باش يتعاون معه على قدر المستطاع. اذا مشاهدينا ما بقى لي الا ان نودعكم الرقم الهاتف ديال هذا السيد سرحاله هو في العنوان ديال هذا المباشر، نلتقي في مباشر اخر ان شاء الله. تحيه للجميع.